90 دقيقة. السلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زابينك 90، واليوم باش نمشيو ديريكتومون فيسا فيسا للبلاتو نتاعنا، وباش نبداو بقوبة اللي حتى من الفقر حرمنا منه. لخلطنا على الفلوس، لخلطنا على الفقر ابو قلب. ليه يا قوبة؟ صدقني الفقر هو اللي خالط علينا. حتى تصنيف الفقر ما خلطناش عليه. لهالدرجة معناها امورنا تابة. وقوبة ديما يفاجئنا بحاجات جدد، وقدم لنا المرة هذه مسابقة من نوع جديد. خاطر فما مسابقة هذه باش نعملوها. نعطيكم الفاكس 71 570 842، ابعثوا الحلول نتاعكم، قد ما تبعثوا قد ما تزيد حظوظكم في الربح. وشنو تربحوا عاد بتبيع؟ خلينا نذكروا شنو النجمو نربحوا، احكي لنا. تراه تربحوا معانا وزارة التشغيل. ايواش صار ما عادش فلوس وكراها، بمعناه وصلنا النجم ونربحوا وزاره كامله مع قوبة. دخلت طريقه ليه وزاره الطاقه في الاقل نزلت جديده ليه وشوف الثقه، معناها وزاره الطاقه مش توا. يا طارق شنو هو رايك توا باش نبداو نكتشفوا كيفاش تتوسعك الموجه هذيك، ومتى اكل الثور الاسود سيأكل الثور الابيض. ترازيت فهمني باش يخلفش اللي كان في مقره يصدق على الوزراء جدد وعلى التعيينات جدد وعلى الدنيا كله جدد. ما نفهمش وحدي، ما نفهمش وقت الشاهد يقولوا حاجه كل ما حتى يجي الشيخ. ماهوش انا يا خليل ما نفهمش انا نقول شويه الشيخ الغنوش ما نفهمش وحدي. يا خليل خلينا نفهموه واحده واحده، نحب نستعين بسفيان. انا الحق هذه داخله في اللوساتير الفكاهه وعندك السخريه الفن الساخر السمنا البارودي والفلوساتير دوب ما طلع هو صار الكاريكاتير. الكاريكاتير خلود سمعنا رايك على السوق هكا الدرشنيه اللي صار مش مشكل. واضح واضح. يلا سفيان الجمعه هذه راك ماكش عاجبني جمله فيلي سفيان، ما هوش عاجبه لا توقيت لا تصريح لا شنو قال. تفضل سفيان احكي لنا سفيان شنو فهمه. رانا في حاله صراح شرطي هكا ولينا نحسوا روحنا. يجي نستبشر خير بلكش الامور تتحسن، ماكش تشوف في حتى شيء جديد به؟ لا عباره كلي واحد مشى في داره، يبدا في داره خرج من الكوزينه مشى لبيت القعاد. دي شنو معناها للدرجه هذه؟ انا كيما تقولوا جداتنا ما نصدق إلا ما نعنق. خليك في التعنيق وخليني أنا نسأل طارق، زعما فما حلول نجمو نسلكوها بهم؟ ربما أنك تحل نافذة على الفرنسيس مش باب، نافذة شباك صغير. خلود الوضع ما عادش تحت السيطرة جملة. والله شيء يغلب راهو. وبتبيع البلاتو متاعنا ديما فما ربوخ. ترى مانيش تاع مزود وربوخ، والناس كل تعرف شيء هذا. مش مسؤولة أنا والله اللي مسؤولة عليه الشيء ذي حتى طرف خليل أخسر جمعة. أيا نزيد ولا يزي؟ إلى اللقاء بون ويكاند. والله باي باي بالرسمي نحكي معك توت سويت يخرجوا من هوني كلهم وانت معاهم. هكا كانت حلقتنا اليوم من زابينك 90، نتقابلوا الجمعة الجاية. السلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة. أنتم تسمعوا في 90 دقيقة. شكرا محمد شيحة. زابينغ كالعادة تلقاو فيه لي زيكستري وكواليس 90 دقيقة. سلام برشا على خليل، نقولوا ان شاء الله بيس. طارق غادرنا لاسباب مهنية، سفيان معانا يلتحق بينا بعد شوية. سفيان قبنطيني باش نرجعوا معاك. ايناس جعايبي حول موضوع الايقافات، قلنا انه باش نحكيوا ايضا على استدعاء الزميلين الياس الغربي وهيثم المكي لفرقة الجورجيني. شكاية تصبت عندها 24 ساعة لأنه كان معنا عبر الهاتف النقابي الأمني الذي تقدم بالشكاية، وكان معنا زادة هيثم المكي اللي وضح وقال أنه الكلام كان من منطلق الحديث على طريقة انتداب الأمنيين، الإصلاحات اللي يمكن أنها تتقدم. إنيس ساعة السرعة البرقية هل فعلا إجرائيا يمكن اعتبارها برقية في توجيه الاستدعاء بعد تقديم الشكاية؟ هو المبدأ انه ما فماش اجال، معناها ما فماش اجال معينة تقولك يتصب شكية بعد قديش مينيموم وماكسيموم معناها يتفاعلوا معاك الفرقة المختصة. اما اللي نعرفه في المتعامل انه كيتصب شكية تحب لك باش تتحرك الحكاية. ما نحكيو على اشهر هنا وساعات فما شكيات اللي ما نسمعوش بمقالهم جملة. دونك هنا هذه اذاك علاش قلنا سرعة برقية، معناها في 24 ساعة الأمور تتحرك. نبهتوا واضح. سفيان
الموضوع في علاقة بالحديث على قطاع الأمن، هل اليوم بالشكايات هذوما باش يولي دو بلوز اون بلوز سوجي تابو، معناها باش يقع الابتعاد عليه، نظرا انه يقول لك واحد يغلط شي بكلمة ولا حاجة ترسله محل شكاية إلى غير ذلك. أجر الأمن، نقولها الأمنيين التوانسة كيما راهم، راو يلزمنا ننساو فكرة أنه ممكن المواطنين يحبوا الأمن، راهو ماهوش ممكن، راهو الأمن مكروه. مش الكل، مش الكل. خليني نكمل. ليه باش نخليك؟ ليه الكل في تونس وفي غير تونس، الفليك، البولي، الراكاي، اللي فيزلو كذا، الكلهم هذم مش احنا جبناهم، في العالم الكل في تونس مقدرينهم، يعيطوا لهم الحاكم وعطاهم السلطة أخرى. دونك راو الأمن، وعليش مكروهين؟ لأنهم هما مسؤولين على إنفاذ القانون، والقانون سيتا مونستر فروا، ما عندوش عاطفة. هذاك علاش ولهذا الأمنيين يلزم في التكوين متاعهم يكونوهم على انهم ما يتقلقوش كي يجحر له واحد، كي يتسب لانه يسبوهم في تونس وفي غير تونس. في الخارج شنو اللي يتحاكموا عليه العباد؟ تكلم كيما تحب، الفعل هو المجرم. مادام معناها اي، ما احنا الموضوع مش مطروح الى اي مدى نجم نبحروا للبوليس، الى اي مدى احنا نجم نكونوا احنا بوزيتيف زي احنا صوفيا. احنا هو ينجم يقول لك انا كامني نطبق في القانون وحاضر للمصالحه صورتي مع الناس. ليه الامني احنا عندنا لو بوا دو ليسوار، الرزن بتاع التاريخ متاعنا. اي كيفاش بدأت الحكاية؟ بدأت أنه الأمنيين محترمين وعندهم قدر كبير في وسط الحومة، في وسط البلاد. كنا نقولوا هذيك دار البرقادي، معروف من 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 وجهاء القوم، يحلوا مشاكل في الحومة، يحلوا مشاكل، يدخلوا كذا. بعد شنو اللي صار؟ اللي صار هو أنه فما انزلاق النظام السياسي نحو الاستبداد. أي؟ والانزلاق نحو الاستبداد يخدم بآليات الدولة. آليات منها الأمن، وبالتالي بدأت تتهرى صورة الأمني، والأمني زاد ارتاح للوضعية متاعه هذيك، لأنه ما فماش محاسبة وما فماش مساءلة في حالة تجاوزه للقانون. الأخطر أنه ولينا توا الانتباه اللي فما هو الأمن هو تقريبا أقوى من القضاء، يفرض على القضاء. هذا نسمو فيه برشا خاصة عند المحامين. مثلا في قضية الياس وهيث، توا نقابة أمنية هي اللي قدمت القضية. شنو معناها بعد 24 ولا 48 ساعة تقدموا لهم ما عندكم ما تعملوا؟ ثم أنه قانونيا ما تنجمش تقول يا نيابة عمومية وإلا يا فرقة عدلية مختصة، ما تنجمش تقول أنت عليش في سرعة برقية أما لحظة مقارنة نلاحظها صحيح بملفات أخرى صحيح صوفيا. ثم أنه أكثر من كيكة، توا أنت اللي مقدم بقضية هو أمني، شنو معناها تمشي يلزمك تمشي المركز أمن باش يبحثك أمني آخر؟ يا خي وين يمشي يا صوفيا؟ أنا مفهمتش. حاكم تحقيق لأنه الأمني طرف هذاك اللي أنا باش نمشي له باش يبحثني. العمق من هكا، اليوم عنا صحفيين
هما قاعدين يتحالوا وقاعدين يتبحثوا. معناها احنا نحكيو في شكون قديش معناها للوقت نتاع الاحاله وين يتبحثوا. ليه اجا نحكيو ساعه كيفاش اليوم عندنا صحفيين قاعده تبحث مبدئيا وعلى ما يبدو انه على كلام قالته وعلى اراء قالت ويحكي على سبه الشاكي ودورها في انه الامور تكون بالسرعه هذيا. معناها كنتش تحكيو فرد بسرعه نحكي انه كي يبدا شاكي بيا بوليس ما تهزنيش بوليس باش نبحث، هزلي الحاكم التحقيق يبحثني مباشرة. الشيء الاخر انه ما تنساوش راهو عندنا انت توق بليك عطيت كليستا متاع القوانين الولامية اللي نجموا نركبوا عليها اي حاجة وتتعدى قضية. اما نعلمك انه الجمعة اللي فاتت راهو كان من المفروض انه يتعداو على التحقيق مرة اخرى محمد بوغلاب ومنيا العرفاوي وامين الضبيبي، اعلموهم قبل بنهار، قال لهم راهو اجلناها لموعد لاحق. خلي ساعه نتلاقيو بهيثم وليس وبعدها نرجع. يعني أنا يبدو انه احترموا الاشهر الحرم في القضيه هذه. باهي انا ديما نعرف نتعبك انا ديما سفيان في اني ديما نحب نفصل ما بين الحقوقي والاجرائي والقانوني. احنا متفقين تماما انه ناس باش تستدعاهم ولا باش تحيلهم الى غير ذلك على كلام تقال هذا مرفوض على اطلاقه. معناها نو متفقين فيه. من بعد كيفاش الامور تصير هذاك يمكن ان نجموا نتناقشوا فيه. ساعه سفيان انا مصره على انه مش الامن الكل مكروه، راني مانيش خايفه والا على كذاك مش الناس كل خايبين وفي نفس السله. لا سامحني سامحني بربي مش تبدا الامور واضحه. نعرف يا راني نحكي على مؤسسه مانيش نحكي على اشخاص. نحكيو على لا بيرسبسيون راهو على المستوى الاشخاص. عندي اصدقائي امنيين في بالي نعم ومش هكاك حتى مش اصدقائي، فما امنيين عاشوا معايا عوام حاطين ارواحهم حياتهم على يديهم وانا تحت الحمايه الامنيه كل يوم يخرج الصباح قابل باش انه يموت باش انا ما يزيني ما يصير لي حتى شيء. ولهذا فما اللي استشهدوا وفما الباهين دونك وفما اللي دونك راني مانيش نحكي على الاشخاص نحكي على المؤسسه الامنيه لانها ما همش محبوبين لانها تحتكر عنف الدوله ولانه الدوله يمكن لها ان توظف هذا العنف سياسيا حسب الهرمونات نتاع من يحكم فبذلك تضحكوا بالرسمي. دونك هذيك علاش تؤدي الى انه تكون النظره عاده ماهيش مش في تونس بركة ولا تفضلوا نعرف مش في تونس بركة. جوبا مرحبا بك، نسمع في التشويش ساعه والحاجه انا ما ضحكتش عايشك وانا ما نضحكش على على السيد الرئيس ولا على السلطه ولا على الحكومه ولا المؤسسه الامنيه عايشكم السلطه الحاكمه. الواحد مش ناقص مشاكل يهديكم سليم. يلا ايناس نختموا معك في الموضوع. انا رجعت لك هنا عندنا زوز نقاط. النقطه الاولى انه اليوم السلطه والمؤسسات بصفه عامه ما تحملش النقد اي نقد هنا بون مش اي نقد اما نحسوها فما شويه حساسيه هكا من حكايه ان نقولوا راينا والا نقولوا راينا بحده يتعدى نسبه امور غير صحيحه وامر مو حشوي ويلزم اليوم المؤسسات اللي قاعده تحكم تتعلم انها تقبل النقد بصدر رحب. هذا اول نقطه. النقطه الثانيه كيف انه راهو اليوم معناها المجله خلينا نرجع نذكره راهو اصل الداي هنا هي المجله الجزائيه. يعني كي نحل سلطة تقديرية كبيرة أترافير فصول وتهم هلامية ما نعرفوهاش شنية بالضبط، راني هنا نخلي مساحة كبيرة للكسوة معناها للأمنيين وإلا لأي إنسان باش يقوم بالشكاية باش يعدي. تنجم تكون هي أعمال عادية تتولي تتعدى على أساس تهم. هنا راهو المجلة الجزائية راهي من 1913 رانا نعاودوا ونذكروا إنه ياس يلزمها تتبدل حماية لحقوق الناس حماية لحرياتهم وباش ما نتيحوش في المشاكل والتنسيون اللي عايشينها توا. هاكاهو الجينيريك نتاعي تعدى توا. مرحبا سفيان. مرحبا عليكم دكتاتورية دولة سفيان كوبانتيني. اهلا 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 وسهلا. عندنا سفيان بن حميده يحب يضيف حاجه. هو راجل كبير خليه يحكي بالله. شكون الراجل الكبير؟ ما معليناش انا ما ناخذش على الصغار. ما نسكتش في بلاصتك انا ما زلت شباب. حتى صف شباب. عندي الوقت قدامي مش برو قد ما مازال العمر. عندك 10 سنين سفيان. عمرك يلا. انا نحب نرجع على حكايه حاله الصراع نتاع زوز طلبه.
اللي هي حاجه مفرحه نورمال. سفيان بن حميد نذكركم حكيناها البارح الموضوع. لا 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 لا, لا, لا. ارتباطا ارتباطا بالشيء اللي بدات به الناس قبيليك هي حاجه مفرحه انه يتم اطلاق سراحهم، لكن ما هيش مفرحه في المطلق، لانه هذا يتسمى قضاء التعليمات، لانه هما طلبوا المحامين تاعهم طلبوا المطلب صراحه ترفض، وكي تكلم رئيس الجمهورية المطلب نتاعهم الثاني تقبل. وهذا معناها قضاء تعليمات، وراو قضاء تعليمات ما نفرحوش به برشا وقت اللي يكون في اتجاه الإفراج، لأنه يمشي في الاتجاه الآخر زادة في اتجاه الانكارسيراسيون الإيداع بالسجن. ولهذا 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 نقول به أنه تم إطلاق سراح، اما الطريقه نتاع اطلاق سراح راهي ماهيش باهي. واضح باهي. نرجعوا نرجعوا يا سيدي، بدلوا لي الدخله نتاعي لمحاله. نعاودوها نعاودوها. قلبي ابيض مسامحوا سفيان. مسامحوا. انسى كل شيء. تفضل سيد المخرج. اللي كنت تسمعوا فيه ما يمثلش الفقره، الفقره نتاعنا هاي ميسالش. ايها الافريقيون ايتها الافريقيات، مرحبا بكم في فقره الاقتصاد بالسياسه، واحده من فقرات القلال. تو نذكروا عاد ولي نذكروا، هذه واحده من فقرات القلال اللي مازال ما جاتناش فيها شكاية، والحمد لله يا رب. به لا اشهر حرم ما احنا تو احنا المده اللي فاتت ما هو عديناها ديما نلوموا على هو ولا صديق الفقره محسوب السيد وزير الشؤون الدينيه ابراهيم الشايبي ديما نقولوا راهو شاكي راهو شاكي. الجمعه هذه تفاجئنا، معناها تعدينا لمرحله اخرى فهمني، نلقاو الاصدقاء والزملاء كيف ما كنتوا تسمعوا من موزايك فهم هيثم المكي والياس الغربي شاكين بهم امنيين. به تخيلوا معناها الامانه العامه لقوات الامن الداخلي ريتوها سيبت الموضوع متاع الامن الداخلي الكل ومتاع وضعية الامنيين متاع وضعية الظروف اللي يخدموا فيها متاع القلة في الموارد متاع شنو الليستة طويلة راي متاع الترقيات متاع وضعية عائلات شاسم الشهداء متاع الجرحى. وقلت لك احنا مشكلتنا الكل درجين في الراديو. تخيلوا المؤسسة الامنية الكلها تزعزعت على 10 دقائق في راديو خاص وحكينا فيه الموضوع باطناب. صدقني احنا اللي اعلنا على الشكايه، كان ما في بالكش هيثم احنا علمناه في بالي. يلا نتجاوز خلينا نكمل الفقره نتاعي. لا نكملوا موضوع ايش هي القمع هذا؟ ميسالش ميسالش القمع يقعد يطلع في البلاد. اي نعم اي نعم يا خويا والله راهو البكري. انت سفيان قلت جمله راهي غريبه ياسر، قلت شنو معناها بوليس شاكي بيا يبحثني بوليس. انا نقف في شنو معناها بوليس شاكي بيا. بانيا 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 في مخك اختي العزيزه، المقاول بتاعها توفى. ايه يا تونس اختي العزيزه، بانيا بانيا المقاول بتاعها توفى، معناها سلطه شاكيه بيا انا عند سلطه اخرى، معناها هذا هو راهو الواقع. حسيله والله هو راهو الحكايه معوجه والبنيه معوجه، اما مش كل الحكايه هذه معوجه. خلنا نذكركم خاطر احنا جمعتنا هذه تعديت متميزه، نبداو بنهار 3/16/2023. نحبكم تشدوا معايا التاريخ 16 مايا، هاوش نسالكم بعد علاش، هاو شنو صار؟ ساعة نهارتها عندنا النواب اللي منتمين لغال كوتل غضبوا وخرجوا من الجلسة العامة وقال لك إبراهيم بودربالة مش يحترم في الإجراءات. هذا نفس النهار الزميل الصحفي خليفة القاسمي تحكم عليه 5 سنين. على خاطر شنو؟ على خاطر جاب سكوب سبق صحفي، معناها الصحافي اللي يخدم خدمته في البلاد هذه نحكم عليه بالحبس. الحاجة اللي أقوى عاد الأمني خلينا نقول الاطار الامني اللي اعطاه المعلوم ها تحكم عليه 10 سنين، معناها احنا الامني اللي يخدم خدمته واللي عرض صدره للكرتوش واللي حارب في الارهاب شنو نعملوا له؟ الدوله هذه شنو تعمل له؟ تحكم عليه ب 10 سنين حبس. مزيل مزيل وتخت علينا عاد حكايه 3 شبان هذوما اللي غناوا البارح في الليل يلقى روحهم زوز وتوقفوا وواحد هارب. تخيل واحد روشي رشي يشدوه دوريه روشي رشي شنو على غنايه؟ على غناية بابار، مع كيفاش تفسرها الحكاية هذه معناها؟ وزيد عاد فوق هذا الكل، معناها احنا عرفتك تبدا تجهل يهبط لك سوم الحج 20 مليون، معناها جمعة تخرج من الملة ما نجمو نقول عليها حد سيخ. ممنوع من السفر، ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياء، ممنوع من الاشتياء، ممنوع من الابتسام، وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات. الله يرحمك الله يرحمك يا شيخ إمام. تعرف ايش قال؟ قال ممنوع من السفر، ممنوع من الغناء،
ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياء، ممنوع من الابتسام، وكل كل يوم في حبك تزيد الممنوعات. حبك كمام، حبك كمام هو لما حالة راه شيخ إمام الله يرحمه كان جاي حي معنا راه موقف مع شباب باز معناها راه حتى هو يلا فيك تخني علاش سنين الغنية هذيك فهمني حسيلو اللي حكيته لكم هذا الكل ها نذكركم صار نهار 16 ماي هاي مسابقة الأسبوع. حسب رايكم نهار 16 ماي البشرية بشنو تحتفل؟ كنت طلعوها هذايا انا مبطل الخدمة مع مذكروا اللي صار الكل بشنو تحتفل؟ تخيلوا اليوم العالمي للصديقة ماكش بعيدة اي نجي نعطيكم الإجابة حاولوا متضحكوش اليوم الدولي للعيش معا في سلام مثلا العيش معا في سلام والناس كل توقفت يلدي دعونا نتوقف في سلام. انا في بالي انا في بالي اما ما نحبش نعطيك فرصه باش تقعد بطال مش تقعد بطال ليه الحمد لله مش مشكل مش مشكل اخويا ريق ريق ما اقدر احنا كبارنا هذوما راهو قلبهم كبير هذاك علاش يعطيو فرصه للمواهب الصاعده اللي كيفي برا ربي يخليك حاسيلو باش تفهموا معناها انتوما الحكايه هذه واحد شنو ينجم يقول عليها ينجم يقول حاجه بركه معناها مخي 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 مش مصدق مخي مش مصدق والله جمعة عكس 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 وانت مخك صفين صدقوا صدقوا ما تعكشوش حابس حابس اصل متفهم بوغي بوغي مبوشي مبوشي بوغي بوغي يلزم يلزم نسكر نعاود ولا يحكي بلغة بوغ ولا ايش راني راني مدفع راني مشلق وبرا امور لكسيك مدير ما يفدكش انت مبوغي انا مبوشي جمله واحده انا شيء ما يتعد حسيلو دونك هذا الكل صار في اليوم العالمي للعيش معا في سلام تخيلوا كي ما جاش اليوم العالمي للعيش في سلام مش نعملوا نتصوروا 12 مليون يصفونا في القصبه عرفت وهي تونس في عالم الساق اليمين كيما في المكتب طلع ساق وطلع ساق اليمين يوم عالمي معنا. علي خاطره اما تونس هي في العالم هذه اليوم في العالم انا توا انا بوغيتا في شرطك يا الله حويل حاسيلو قلت لكم معناها اون برانسيب نهارتها يكملوا يحطونا احنا كل في تركين ونتعاقبوا هز يد وتكربس على اليمين ووضع البرميله وكذا هو لما حاله ما عادش لازمنا نستغربوا من حد شيء معناها بطبيعتها مقينه الامور هكا فما شيء شويه اخبار نتاع ناس توقفت وكذا معناها هك تشوفوا حتى الحكومه اصلا ما فماش ريحتها ما تحس القينيا الحكومه ما فماش قداش عندنا ما سمعناش وزير هكا يتكلم بخلاف بالطبيعة السيدة رئيس الحكومة نحييوها تعطي ديما كلمتين ثلاثة هكا في شكل تصريح ناري نعم سيد الرئيس ولا واضح سيد الرئيس معناها كلمات من ذهب سيخلدها التاريخ ولا ما شاء الله والله ليه ذيك نسيناها ما شاء الله قالتها مرة قالتها شديدها يا سفينة وانت سمعتها قالت حاجة أخرى بالله بجهرب بجهرب مادام نحكينا في الموضوع هذا بالله نداء رئيس الجمهورية بجهرب يرحم والديكم راهو عيب بجهرب المرة الجاية كي السيدة رئيس الحكومة باش تتكلم حطوا لها ميكرو هي تتكلم مره في العام تعطينا كلمتين ما نسمعهمش بالكدا حطوا لها ميكرو يا اخي راهو تشري تحل فهمني اي سيت فونت اون ليني راك تشري ب 80000 تشري ميكرو اللهم صل على النبي ما شاء الله قال الاخر يخدم بالكدا حاسيلو نرجع لكم جينيا وما فهمش فلوس يا خويا هاو لاصات لا برينكس لا بريكس لا اف ام اي لا اتحاد اوروبي لا ما حصلنا حد شيء صحراء عرفتك عرفت تحس روحك موظف كيف في دارة جايله نهار جمعة بطبيعته ما عندك ما تعمل يتيح الضوء شويه بعد الفطور الاربع ونص تبدا عرفتك صحيت ليه حتى قبل ثلاثه كي ما عندك ما تعمل هاك حطيت سيري هاك حطيت فيلم هاك منعرفش سمعت كرونيكور ضامر في اي اف ام مثلا هاك عملت دور على ساقيك هاك لعبت بالستيلويت معناه ما بالرسمي هذه هي الوضعيه تاع الحكومه انا قاعد تخيل فيهم ممكن وزرتنا راهم ساكن يعيشوا في نفس الحاله معناه عندك سوليتير عندنا سوليتير عندنا سوليتير ليه هو الاكيد انه تجدد لي جو شنو من وقتها من عام 98 راهو سوليتير ولا قبل ليه قعد لا ما قعد هو محافظ على موقع الرياضه تخيل هذيك ريت نهارت اللي دارت التونسية تبدل ولا ما عادش يستعملوه ولا ما عادش يصلح ولا تخيل عرفت وانت قاعد كي تبدا انت وزير قاعد ما تعمل فيه شيء ما فما لا فلوس لا وانت قاعد ويدخل كي واحد اطار اداري يدق عليك الباب ويقول لك ملاقيني بتاع الكوبي هابط
الفد رجعت عاد قد ما كنا ناصبين قد ما كنا ناصبين. لذا النداء الثاني بالله نوجهه لرئيس الحكومة. أنا أنصحها السيدة رئيس الحكومة، رئيس الحكومة نجلة بودن، شنو تنجم تعمل؟ مثلا نشريه للوزراء بتاعنا شوية قراص وعويت فهمني، ونعملوا هكا ورشات تنشيط وشوية أوراق ملونة يا خويا، باش ما ينساوش الريفلكس متاع الحساب فهمني، خاطر ما عادش فما فلوس، ما عادش عندنا ما يتحسب يا خويا، نحسبوا القراص والعواد يا أخي، نخطو على حويجة نخلطوا نعملوا نشاطك، وعلاش ليه يتعدى في التلفزة ويولي مثلا عبارة كور تعطي فيه الحكومة مثلا وزيرة المالية عندنا مديدة ما سمعنيهاش تفسر لنا الجيباية هكا، عندك ثلاثة قراص تعطي قرص للدولة فهمني، قرص بطبيعته ما تعرفوش كيفاش يتصرف تاع الدولة، يقصهولك في البنك يتعدى من غادي يقعد لك قرص واحد تموت وتحيا فيه. القرص هذا علاش ما نستغلوش القرص هذا؟ القرص هذاك نتيجة للظروف واحدة نعطيوه للدولة باش ما ياخذوش الفساد. اي طيح لك حسيلو ديما يطيح لي الريتم، عرفت تبدا انت تبدا انت تمشي تحكي امورك واضحه، ربي فضلك سوف يتبدل الطقس اللي تحبه سختو مع جوب انا ريت على كيفاش يقولوها، هي على قلبي احلى من العسل. كملنا كنكمل هالسطرين، خلينا نخدم على رواحنا. حسيلو كيف ما قلت لكم، ليه مش سطرين هذوكم يعيشكم يعيشكم، مش ساترين هذوكم سيد المستمعين، ردوا بالكم يوليوا عاد نولي عندي تصويره ماني انا الكلمات. نولي عندي تصويره في استوديو الدنيا ماكله بعضها وكارت بونكير. حاسيلوا بعض الكلمات يا خويا، مادام ننسينا اللي عندنا وزيره ماليه وزيره تجاره، وزيره التجاره زاد ما سمعناهاش، وزير الشؤون الاجتماعيه عاد هذاك وينو، الواحد اللي نسى اللي عنده حكومه، عندنا جمعتين عايشين كان على هالحكايه ذي، هاو فلان توقف وهاو فيلت البلفيدير وهاو الفيل بابار. حسيلو هذاك النهار فاش قاعد يتعدى تقولش علينا عايشين في غابة، الدولة هذه وليت بكثر ما يتشبه الغابة، ما عادش تفرز، الناس الكل تتوقف، ومن بعد اتو نعملوا راي واتو نحكيو. للبلفيدير جابوا فيلا شدوا بابار في نفس الليلة، والباقات لمشي لبيلة هيلا 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 مخسي بيه. إيناس تفضل فما ميكرو، دونك تحب تقول بسلامة خاطر كمان الغنية حاب تقول، هي تحب تعرف على عمل الغنية فوالا. دونك الغنية هذه جات على إثر إيقاف الشابين، معناها على حكاية الغنية، ودونك هذه أقل ما يجب أن يصير أنه يكون فما تضامن، وكان مش من التضامن والضغط اللي صار على الفيسبوك وعلى المنصات وفي الاعلام راهو مسمع بهم حد الاولاد ابسوليومون. وفتره الاستبداد والقمع هي فتره مناسبه جدا للابداع. شكرا سفيان، شكرا جوبا، ميرسي ناس هيلا. ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام. مرسي بوكو سفيان جوبانتيني ناس جعايدي، شكرا سفيان، طارق خليل أحلام فايزة في الإعداد، أمينوس في الإخراج، توت ليكيب إي إف إم تي في، شكرا لكم الكل، بون ويكاند، ملتقانا نهار الاثنين، باي باي يا ذنوبي. بعد شوية يجيكم فتح الهداوي في نهجة ريبيو.